مساعدة الناس. سي عبد العالي، كاين مجموعة من الجمعيات على مستوى المدن والأحياء، ولكن واش الدور تاع هذه الجمعيات فاعل على مستوى المجتمع؟ أكيد كاينة دينامية جمعوية قوية خلال يعني العقدين الأخيرين، وكتنمو كتوسع مجاليا ترابيا على مستوى الاستقطاب ديال الفئات والشرائح الاجتماعية، على مستوى توسع الطلب على أدوار الجمعيات والمشاركة ديالها. صحيح أن هذه الدينامية الجمعوية ما كتوازيهاش واحد التطور في الأدوار ديال الجمعيات، في الهوية المدنية والثقافة المدنية ديال الجمعيات، في الانخراط الجمعيات في المواكبة المواطنات والمواطنين والتنظيم ديالهم والتعطير ديالهم أساسا في المشاركة في النهوض بالسياسات والخدمات والمرافق العمومية. هذا صحيح. أما الفعالية بشكل عام راها كاينة، وهي مسؤولية كتحمل الجمعيات، أكيد أنها مسؤولة عن الفعالية ديالها، ولكن عاوتاني السلطات العمومية والجماعات الترابية مسؤولة على واش طبيعة العلاقة ديالها والتواصل ديالها مع الجمعيات والدعم اللي كتقدم الجمعيات، وكنقصد الدعم المؤسساتي، دعم القدرات ماشي تمويل المشاريع، واش كيعاون الجمعيات، واش اليوم عاود كاينه بيئه ممكنه وملائمه للنهوض بالادوار ديال الجمعيات والمشاركه ديال الجمعيات والاخلاقيه ديال الجمعيات والحكمه ديال الجمعيات. فهذه راه مسؤوليه جماعيه، خصنا حنا كجمعيات نبذلوا مجهود كبير فيها، ولكن خص عاوتاني السلطات العموميه والقطاعات الحكوميه والجماعات الترابيه فعلا يطوروا البيئه القانونيه والمؤسساتيه ديال دعم ادوار وقدرات الجمعيات. البعض يقول بان خص الجمعيات الاهداف ديالها تكون موضوعاتيه، ما تكونش الجمعيات اللي عندها اهداف موسعه. واش تتفق مع هذا الراي ولا لا؟ يعني تكون جمعيات تهتم بالبيئه، جمعيات تهتم بالنقل، بحال هذا الشيء يعني تكون الموضوع. هذا اكيد راه واضح جدا انه الجمعيات كل ما ركزات على موضوعات معينه وعلى مجالات معينه هذا غيرفع من الفعاليه ديالها ومن المرضى ديالها، ولكن خصنا ننتبهوا اليوم بانه اكثر من 90% ديال الجمعيات هي جمعيات ترابيه، جمعيات محليه، جمعيات ديال الاحياء، وكتشتغل على المجال الترابي والاجتماعي ديالها، وكتهتم بالاجنده ديال المجال الترابي اللي هو اجنده متعدده، كيبدا يعني من قضايا ديال الادماج الاقتصادي والاجتماعي حتى الرياده حتى التنشيط الثقافي اليومي حتى. فخصنا نميزوا هذه المساله الجمعيات، وهي اللي كتهمنا احنا في منتدى المواطنه، وهي اللي موضوع اللقاء اليوم. الجمعيات ديال الاحياء هي جمعيات بالضروره الموضوع ديالها والتدخل ديالها والانشغال والاولويات ديالها هي الاولويات ديال المجال الترابي اللي هي اولويه عرضانيه وشامله. اليوم اذا حنا في اطار واحد الديناميه مساهمه فيها جمعيات كثيره، احنا جزء منها ديال النهوض بالادوار والمشاركه ديال الجمعيات خاصه المحليه وبالخصوص في الاحياء. اليوم كاين تطور كبير ديال الوعي الجمعيات بالاجنده ديالها على مستوى الحي، الوعي ديالها بالادوار ديالها في التواصل والترافع لدى السلطات العموميه والجماعات الترابيه، ولكن مازال الجمعيات خصها تبذل مجهود كبير باش تملك الدور ديالها والمسؤوليه ديالتها على الاحياء ديالها وعلى حمايه وضمان الحقوق والكرامه ديال المواطنات والمواطنين، واساسا الدور ديالها الاساسي في الرفع من الخدمات والمرافق العموميه على مستوى الحي، لانه هو الوسيله الاساسيه للتنميه في الحي وهو الترجمه الاساسيه. هذه المساله خصها المواكبه، عاود اليوم خصنا نواكبوا الجمعيات في تطوير التشبيك ديالها. لهذا اليوم حنا هذا اللقاء هو مخصص اساسا باش نفتحوا حوار مع بعضنا البعض كفعاليات جمعويه حول اشنو هي الادوار والاولويات ديالنا والمسؤوليات ديالنا والالتزامات ديالنا في الحي، اشنو هما الشركاء الاساسيين ديال جمعيات الاحياء من اجل التنميه ديال الاحياء وتنميه المواطنه ديال الاحياء، واشنا هي المنهجيه والاليات ديال التعاون مع هاد الشركاء هادو، سواء كانوا سلطات عموميه او جماعات ترابيه او مسؤولين ديال المرافق والخدمات العموميه او شركات ديال تدبير الخدمات العموميه، واخيرا اشنا هي الاليات ديال التشبيك ما بين الجمعيات. لهذا حنا اليوم طالقين واحد الدعوه لدين الحركه الجمعويه ديال بناء مجالس الاحياء، اي اليوم جا الوقت فاش انه الجمعيات الترابيه خصها تهيكل اليات مدنيه مستقله كتعمل بموازاه وبجانب السلطات العموميه والجماعات الترابيه ومختلف المتدخلين حول النهوض بالحي وبالتنميه المستدامه في الحي وبالمواطنه في الحي وتفعيل الالتزامات اللي اعلنت عليها الدوله. كل استراتيجيات ديال الدوله الان كتاكد ان الحي هو المجال الاساسي ديال التنميه وديال حقوق الانسان وديال الادماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمواطنات والمواطنين.